الدري خلعتيها كاع. روحوا انا شنو خلعت فيها الدري خلعتها. هلو هلو كبيدات، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم معايا ياسمين بيلول. يلا كنتي مرحبا بكم دغيا المهم عيطت لها اليوم قلت لها جاي عندي في اشياء الخ اليوم غادي نديرو برانك لسفيان. برانك اللي غادي نديرو ليه هو غنكونو بعدين غنتسناو في جي من الخدمه وسوا نكونو كنديرو غوتي ولا شي حاجه، المهم حنا دابا ما عرفناش التفاصيل بالضبط، وغنقول لها بحال تعطيه هي كل شي حاجه بحال هكا ولا مهم دير عده محاولات وانا وتخلق المشاكل بينكم من الاخر. انا نمض الطواليت حاجه كوم ولا نطلع نمشي الكوزينه ولا ندخل البيت ولا شي حاجه، المهم ندير راسي باغي نجيب شي حاجه ونجي انا في ديك اللقطه وغنقول شنو هو هذا الشيء وهي غتقول لي راه هو وقولي لي راه هو تبسل ولا مهم ما نخافش عليك نمشي للحبس في الاخر. انا قدام جنب اسني لك الكونترا، المهم غنطلعوا عليه وصافي وانا غندير بحال غادي نجي من صاحبتي فهمتوا، غنجي منها غندير راسي خفيف. وي اكزاكتومون، انا زعما عرفتي اختي هي صافي هادشي اللي كاين اخوتي. ومتبقاش تقولي لك تلعبي بشعرك بزاف انتما، واش كاين شي بنت ما كتلعبش بشعرك؟ قال لك اش كتقولي بشعرك ضروري سلف، احنا كاع ما صوبناش باش ما نبقاوش نلعبوا به صافي جمعناه الفوق. لا علينا دابا غادي نشوفو كنديرو بلاصه والكاميرا حتى نعيط ليه نحس به جاي عاد نشعلها باش ما ديشارجاش لينا. اتسوت a few moments later. عندي بزاف ما يدير بزاف تخدم سفيان. وا جيتي اجي تبرديلا A few moments later. انا زعما عرفت قلت هذا اخويا كول من عندي بحال هكا. واش
كتضحكوا معايا ولا كتضحكوا عليا؟ ماشي تضحكوا معايا، انا جيت لقيتها هي قالت لي هاد الشكلاطه الاولى، كلات الشكلاطه الثانيه قالت لي هاد هو ها وجهك حتى هي هو اللي دورته لك وجهك. قلت لها لا، غادي نقول لها لا، كاين المشكل ما بغاتك ديرها قولي لها. ما كذبش عليك، قال لك هو قال لي حلي هذا الله يمسخك، نجيب الماء جيت قلت لك جيب. باش كون نتيق فيكم اللي بغيتي، باش كون نتيق فيهم دابا فخمان راسي باغا نشرب لا ما حتى شي حاجه. لا لا في حاجه معاك بركي، دابا هادشي في عندي تجبد لنا الصداع تزينا ام كوزين شي حاجه. لا لا ما عشان دابا شكون نتيق فيكم هنا، ما بغاش المشاكل ما جايش باش ندير مشاكل يا سيدي. دابا انا درت عطيها الشوكولاط باوي باوي. دابا انا شكون نتيق فيكم؟ درتو لي بحال بحال هبيله وسط اللي بالك اللي بالك راه وقيله تتعرفيني 19 عام هادي ماشي حتى اليوم عاد غادي تعرفيني. دابا انا نقول عطيني الشكلاط وانا من جيت تسوق. دابا دابا كنسولك انا نقول لها عطيني الشكلاط. دابا انا نقول لها عطيني الشكلاط بقيت كنت داير فمك ها هي بالك داب الشكلاط بجوجكم غالطين. وانت قولي لها بجوج خي قول لها عطيني الشكلاط ما تعرفيش غالطين. علاش عطيتي الشكلاط؟ لا واخيلا اسمح لي اخويا ما نقدرش نحل لك غضربني ياسمين. اشنو فيها هادي؟ لو بغيت راه هو اللي جاي لك جاي هاب فوتيف اويلي باش ما تقومنا قال لي فوق من راسي. انت علاش حط المانيطه وخذ الشكلاطه راسك من بلي ترى غادي نمشي باش تهضر معاك باش تبغي تمشي. حنا غاش نمشي معاك انا عندك تمشي معايا واش نجي معاك معايا مني زوينه هادي السيد اريح لي ليا الشكلاط. تسنى لي تجي انا نقول انا حل لي الشكلاط. دابا انا كنت عطيني الشكلاط سفيان بلا ما تقول مالها هي غتكذب طيح لك الباطل واش هي غطيح لك الباطل؟ وصافي وليت حمق انا قلت لها عطيني الشكلاط. واش انا ما جيت شنو لقيت؟ لقيتك انت حال فمك ياك لقيتك حال فمك. دابا انا كنت عطيني الشكلاط واش هي غتكذب؟ علاش 10000 ولا 70000 مره قلتي لي حلي لي هاد الشكليطه حليتها لك وعطيتها لك منين جات هي قلتي لي اللي ما بغيتش شنو؟ ترى الهربه معاكم وحق ربي ترى الهربه. وانا شفت انا شفت داكشي شفتو بعيني وما يمكنش راه كذب صاحبتي. تكذبين انا واشنو؟ ما انا داكشي شفتك انت حال فمك حال فمك باغي ناكل ولا كنقول لها لا. شفتك حال فمك ماشي شكلها داوي لا والو حال فمك. حتى بنت انا قلت لكم اش كديروا عاد قلتي لها لا ما بغيتش كندوي معاك انا شوف فيها انا بقيت شوف فيها. وانت اش غنشوف فيها هي كتقولي كندوي معاك دابا انا قلت لها عطيني الشكلاط قلت لها انا ما قلت لها والو. دري خلعتيها كاع ابو رعايا شنو دير ليها؟ دير ليها كتبكي. دابا شنو دير مع صاحبتي فابور؟ حاجه اللي كدير كدير تقول حليا الشوارع بالله كندوي معاك انا دابا انا صاحبتي خطيره. ايوا شنو الدري مسكين جاي معاك معايا من ثانيه د العشيه سقتي لها بلان هادي هي الثقه ديالي انا كنجيب لكم الماء. دابا انا تجيب لي الماء قلت تجيب لي شي حاجه هو ما تاكوش من عندك وانت هي قالت لي سميتو. لا لعب انا جيت لقيتك حال فمك يا سفيان باقي تتخرج في عينيك يا سفيان ما شاء الله. انت غتكشي انت غتكشي انت جيت لقيتك حال فمك انت غتكشي انت غتكشي غتكشي هزيتي لي امك كنت عارفه راسك اش دايره. شنو غادي نساها هي تدوي معايا انا هي ما عندها والو في الموضوع هي ما غاتكذبش عليا ما عرفتش غير البارح والبارح ما عرفتش عندي وقيت محسنين صافا دابا شنو غادي نديرو؟ ما سفيان راه قله الاحترام هادي شنو قلت لها السيد مزوج ماشي غير انا نجيب قاعه الماء كنجي كنبقى كتاكل الشكلاط من يديها. يا بقيتيني كناكل الشكلاط من يديها خاصك حل فمك مدور وجهك جهتها قول هادي تايا انت غاتكشي فوتها عليك هي فوتها عليك فوتها عليك هي كندوي معاك انا واجهني ما قادرش واش غنواجه فيك اش غنواجه فيك دابا كنقول لك انا قالت لي الشكلاط قلت لها ما بغيتش درت عندها قلت لها ما بغيتش حكيتها جوج مرات انت جيت ما فهمتش انا كيفاش درت لهاد اللعيبه هادي ديال قال شي ما بغيتش يا ياسمين اللي بالي واش قال شي ما بغيتش ما قلتيش لي حل عليا يلاه ما قلتيش لي حل عليا ايه واش غتكذب؟ لا ما قلتيش لي حل عليا والله انت واعر قال لك شي ما بغيتش واعر والله والله انت واعر والله زوينه هادي واش ياسمين قالت ما بغيتش قالك شي لا ياسمين عندي كلمه واحده قلتها لك شنو هي الكلمه شنو هي شوف ما كنغوتوش شنو هي الكلمه ما كنغوتوش انا كان ما تغوتش عليها هي ما تغوتش وانت هي ظلماتني انا كندوي معاك انا اللي معنيه بالامر انا اللي جيت لقيتك حال فمك ودار لي واش غتكذب عليا ما عرفتش انا كنعرفها وانا عندي كذاب وانت ومن بعد ايوا شنو واش غتكذب عليا واش غتكذب عليا كنت فلات هي شحال هذه ماشي 20 ديال العشرات
ماشي تتجوزت عندي لا بساله زوينه هادي وبركي انتي وتيقي فيه الرجال كلكم بحال بحال الصراحه كلنا بحال بحال ايوا راه كلكم بحال بحال سفيان جاسم جاسم قلت لي حلي حلتك مع عليا والو انا شي مزيان دابا اش نحتي هادشي اش نربحتي لا صافي والله سفيان انت عمقي الدار انت ما فهمتش اش قالت لك جوج كلمات هي اختها هي اول حاجه واش سفيان انا كنت انت راك عارفه انا كيفاش دايره واخيلا انا ما عارفانيش كيفاش دايره انا صدمتي انت لا تعرفك انا مش عارفك انا ما عارفاكش اجي لقيتك داير جيتها بحال فمك ياسمين اختي تا فرايح الله تبارك وتعالى مشي بعد واش درتي لنا ان كنت قولي غنمشي وانت رايحه تضرب وانت رايحه علاش تغوت عليا شنو علاش شنو انت كيفاش شنو هي كتقول لك عطاني ناكل شكليطه ولا شنو تغوت عليا شفت بعدي كيفاش تغوت عليا ما فهمتش دايره قدراتك وكتغوت انا اللي دايره انت دايره راه انت اللي دايره اخيرا نديرها مضحك ما والو هذا كذابه شي والله انت كذابه بدات كتبكي هي كاع دمعات والله الا كذابه اصاحبي ديروا الكذاب لا نقول غير الصراحه انا صح شنتي قضيه مسكينه لقيتها كتيق الله يرحمك الوالدين تيق ويلي 17 عام وما شحال من عام ديال 10 نو هي كانت مرضيه ضحك معاك راجلي باري انا عارفه راجلي ما كيدير حتى شي حاجه دابا غير داخل سوق راسو مسكين الله قرناه ليا داخل انتقام ملي 35 دقيقه والفيديو خدام مش عارف شحال وانا كنتسنى فيك وانا كاميرا خدامه ما كاين كلمه اخيره وغنوضوا دابا باش نقراو خمسه ديال لي كومونتير لي زوينين الكلمه لا والو خويا شرف وانا نقرا لي كومونتير بون تيمون كاينين بزاف ديال لي كومونتير زوينين كيحشمت انني نقرا نختار غير خمسه ولا الادم انا غنختار خمسه لله واللي ما قريتش لي كومونتير ديالهم كنتمنى ان شاء الله انهم نقرا لي كومونتير ديالهم في الفيديو الجاي كنبغي نقول لكم كنبغيكم بزاف 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 وشكرا على الهضره الزوينه بزاف والله راه اللي كاين لي كومونتير شحال زوينين راه ما يمكنش المهم بغيكم حيت كتبغيوها وي كومونتير الاول ديال لمياء صراحه وبلا كذوب انتي وراجلك وعائلتكم حسيتكم قرام بزاف للقلب ومن اصدق الناس في اليوتيوب زائد التربيه اللي لمستها في التصرفات ديالكم وفي الهضره د ماماك اكثر وي لوف يو ميرسي بزاف ميرسي بوكو لمياء على الهضره الزوينه ديالك ثاني كومونتير ديال زهيره سليمي صراحه نتوما ما شاء الله عليكم وربي يحفظكم من كل شر وفعلا كنستافدوا منكم بزاف وبداك الحب اللي كنشوفوا في عينيكم وحسن التربيه اللي ديما كنقولوا الله يرحم من رباكم لانه نتوما كتخليونا كنتفرجوا فيكم وبلا ما نحسوا براسنا كنلقاو الفيديو كامل وحنا مبتسمين حيت كتدخلوا لقلوبنا الفرحه ياسمين وسفيان كنبغيكم بزاف الله يخليكم بعضياتكم يا ربي انا كنبغيكم بزاف بزاف والله العظيم ليدي ستولك ديديكاس ليدي ستولك تولك ليدي تولك عرفتي هذاك ما عرفتيش ناري ما صافي انتي خصك تغرب لي تالت كومونتير ديال فرح براهمي عيد زوال سعيد شكرا بزاف عرفتي احسن واطيب كوبل نشوفه في حياتي الصراحه الواحد كيستافد منكم بزاف الحوايج والله خانني التعبير والله بكثره ما كنشوف لي فيديو كنشوفكم ونبقى نعاود الفيديو حتى 3 4 المرات راه والله ما كنمل منكم كنتمنى لكم حياه سعيده مليئه بالحب والسعاده والصحه والعافيه كنبغيكم بزاف حتى حنا كنبغيكم بزاف 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 اكثر من نتوما كتبغيونا شكرا بزاف على الكومونتير الزوين ديالكم شكرا لكم كاملين وكاع اللي ما قدرتش نقرا لي كومونتير ديالهم رابع كومونتير ديال يسرى يوس تغبلوات راه والله ما غنتسنى غنقرا صحابتك كنبغيكم والله وانا كنعتبرها قصه حب متميزه وكنقرا قبل فمي كيتوضى قصه حب متميزه اللي كتجمع بين زوج ديال الناس عايشين الحياه الزوجيه بلا صداع بلا مشاكل الله يخليكم لبعضياتكم وتبقاو مجموعين طول العمر احبكم الله يخليك لينا وتحفظكم من العين امين يا ربي هضره الصداع غير دابا امين يا ربي ميرسي بوكو يسرى ديال الوداد والوداد كاش ابي ما عرفتش نقرا الكنيه اكزاكتومون المهم خاب احسن عائله واحسن قناه واحسن كوبل كنبغيكم بزاف والله العظيم وما كنفلت حتى فيديو ديالكم واخا ما عنديش مع اليوتيوب المغربي
بس نتوما كتعجبوني مختلفين على كل شيء وعندكم محتوى نقي بزاف يقدر اي واحد في اي سن يتفرج فيكم. الله يسهل عليكم يا ربي ونشوفكم في داكشي اللي باغين توصلوا ليه. امين يا ربي. ميرسي بوكو. واللي ما قراتش الكومونتير ديالو ان شاء الله نقراه في فيديو جاي. ما تنساوش تخليو لي دي كومونتير عاوتاني باش في الفيديو جاي نقرا دي كومونتير ما نقراش نفس السميه عاوتاني باش نخليو كلشي فرحان. دونك خليو لي دي كومونتير زوينين ان شاء الله باش نقراهم لكم في الفيديو الجاي. يسبر يكون عجبكم الفيديو كما لكم بزاف. واو.